قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، وذلك بأنهم راغبوا في شفاعة هؤلاء المعبودات من الأصنام ليتخذوها وسيلة تقربهم إلى الله عز وجل. وهذه الآية وهي قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، هي في سورة الزمر، وفي مطلع سورة الزمر بيان سبب اتخاذ هؤلاء الكفار لهذه المعبودات. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم ختم الآية بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدل على أن من كان سبيله كسبيل هؤلاء المشركين من كفار قريش يكون حكمه كافرا، لأن الآية في خاتمتها دلت على ذلك.